السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، سنقدم لكم درسا يخص السنة الأولى بكالوريا شعبة التعليم الأصيل، مادة علوم الحياة والأرض. ينقسم برنامج هذه السنة الدراسية إلى وحدتين. الوحدة الأولى تخص التوالد عند الإنسان، والوحدة الثانية تخص الوراثة عند الإنسان. كتذكير للوحدة الأولى، تحدثنا في الدورة الأولى عن التوالد عند الإنسان، وقلنا بأن التوالد أهميته تكمن في استمرارية النسل والحفاظ على النوع. ويوجد نوعان من التوالد، التوالد الجنسي والتوالد اللاجنسي. ما يهمنا عند الإنسان هو التوالد الجنسي الذي يتطلب وجود ذكر وأنثى. هذا الذكر ينتج أمشاجا ذكرية، والأنثى تنتج أمشاجا أنثوية التي هي البويضات على مستوى المبيضين. هذه الأمشاج تلتقي فيما بينها مشكلة ظاهرة بيولوجية تسمى ظاهرة الإخصاب، وهي التقاء الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية في قناة المبيض. يتكون هذا الجنين داخل الرحم ويولد بعد 9 أشهر. إذا هذا المولود الجديد، السؤال المطروح، هل هذا المولود الجديد له نفس الصفات الوراثية التي توجد عند الآباء؟ إذا فيما يخص الوحدة الثانية، قلنا هي وحدة الوراثة عند الإنسان. سنتطرق للفصل الأول، دور الانقسام الاختزالي في والإخصاء في توزيع وتخليط الصبغيات. إذا فيما يخص هذا الفصل، إذا قدمنا هنا صورتين. الصورة الأولى لتوأم، نلاحظ من خلال هذه الصورة أن التوأم له نفس الصفات لا لون الشعر، إذا هناك مجموعة من الصفات، صفة الشعر، لون الشعر، كذلك ملامح الوجه، وكذلك لون العيون. إذا هذه الصفات نلاحظ بأن هناك تشابه حقيقي أو تطابق حقيقي بين هاتين البنتين التي نتجت عن إخصاب لمشيج ذكري ومشيج أنثوي للآباء. إذن هناك تطابق فعلي، يعني معناه أن هؤلاء صورة تبين توأم حقيقي نتج عن بويضة واحدة وعن مشيج ذكري واحد، حيوان منوي. إذن من خلال هذه الصورة الثانية نلاحظ أنه ليس هناك تشابه حقيقي ما بين التوأمين. إذا من خلال مقارنة هاتين الصورتين يتبين بأن الصورة الأولى هي عبارة عن توأم حقيقي، والصورة الثانية هي عبارة عن توأم غير حقيقي، معنى أن ليس لهما نفس المعلومات الوراثية التي تلقوها من الآباء. إذا السؤال المطروح، كيف نفسر هذا الاختلاف بين الصفات الوراثية لدى التوأمين؟ إذا سنطرح مجموعة من التساؤلات. من بين التساؤلات، ما هي البنيات المسؤولة عن نقل هذه الصفات الوراثية من جيل إلى آخر، وما هي الظواهر البيولوجية التي تساهم في تنوع هذه الصفات؟ يعني أولا سنبدأ بالكشف عن مكان تموضع المادة الوراثية. إذا قمنا بتجربة، قمنا بأخذ البيضة من فأرة سوداء خصبها ذكر أسود، وقمنا بأخذ فقط النواة من هذه البيضة باعتبار أن البيضة هي عبارة عن خلية حية، وحيدة الخلية. كذلك لدينا فأرة بيضاء خصبها ذكر أبيض، فقمنا بأخذ منها البيضة وقمنا بنزع النواة، وقمنا بالتجربة التالية وهي أننا نقلنا النواة من البيضة المأخوذة من الفأرة السوداء ووضعناها في البيضة المنزوعة النواة التي أخذناها من الفأرة البيضاء. إذا حصلنا على بيضة جديدة نزرعها في رحم فأرة بنية. إذا بالنسبة لنا هذه الفأرة البنية هي فأرة حاضنة لهذه البيضة. إذا بعد الولادة ولد لنا فأر أسود. إذا ما معنى ذلك؟ ما هو التساؤل الذي ممكن أن نطرحه؟ إذا هذا الفأر هو أصله من النواة، لأن النواة هي التي أخذناها من الفأرة السوداء، بينما الفأرة البيضاء فقط أخذنا منها الخلية والسيتوبلازم. إذا نستنتج بأن
النواة هي دعامة المادة الوراثية، وهي المسؤولة عن صفة لون فأر الأسود. إذن أن النواة تتموضع فيها المادة المسؤولة عن صفات الوراثية. إذن بصفة عامة، فالإنسان يتكون من أعضاء، والأعضاء تتكون من أنسجة، والأنسجة تتكون من خلايا. إذن مجموع الخلايا هو الذي يشكل الكائن الحي، باعتبار أن الإنسان هو كائن حي. إذن الخلية هي الوحدة البنيوية والوظيفية للكائن الحي. إذن سنلاحظ وسندرس ماذا يوجد داخل الخلية، وأين توجد هذه المادة الوراثية على مستوى النواة. إذن لدينا هنا خلية حيوانية. ما يهمنا في هذه الخلية هو الجزء النواة. إذن داخل النواة توجد خيطات دقيقة تدعى الصبغيات، وهي دعامة المادة الوراثية والتي تحمل المادة الوراثية. إذا قمنا بعزل هذه الصبغيات، إذن بالنسبة للإنسان لديه 46 صبغية. إذا قمنا بعزل هذه الصبغيات وترتيبها حسب الشكل والقد، فنحصل على ما يسمى الخريطة الصبغية. إذن لدينا هنا خريطة صبغية للرجل، معناها لمنسلية منوية، وخريطة صبغية للمرأة، معناها منسلية بيضية. إذن نلاحظ بأن هاتين الخريطتين فهي تمثل تموضع أو الصبغيات الموجودة على مستوى الخصيتين، وكذلك على مستوى المبيضين. إذن أولا نبدأ بالصيغة الصبغية للرجل. أولا قبل ذلك نقوم بتكبير الصبغي. إذن الصبغي يتكون من ذراع قصير، ذراع طويل، من صبيغيين مرتبطين بالجزء المركزي، ويحتوي هذا الصبغي على ما يسمى المادة الوراثية. إذن نعود إلى الخريطة الصبغية. بالنسبة للخريطة الصبغية للرجل، فتتشكل من مجموعة من الأزواج. إذن نلاحظ أن هنا الصبغيات فهي ممثلة على شكل أزواج، على شكل ثنائيات. إذا قمنا بعد مجموع الصبغيات سنجد 46 صبغي. إذن هذه الصبغيات قلنا ممثلة على شكل أزواج، يعني كل صبغي نظيره مثيله في الشكل والقد. نلاحظ هنا أن هناك صبغيات 22 زوج صبغي تسمى صبغيات لا جنسية. إذا هذا الجدول فهو يلخص عدد الصبغيات وشكلها عند المرأة وعند الرجل. إذا بدأنا بالرجل، فمجموع الصبغيات التي لديه هي 46. بالنسبة للمرأة نفس الشيء، فلها 46 صبغي. بالنسبة للعدد الصبغيات اللاجنسية التي معناها أنها لا تحدد الجنس وغير مرتبطة بالجنس. إذا هذه الصبغيات هي 22 زوج. إذا ضربنا 22 في 2 مجموعه هو 44 صبغي لا جنسي. نفس الشيء بالنسبة للخريطة الصبغية للمرأة، ف 22 صبغي لا جنسي مضربة في 2 مجموعه 44 صبغي لا جنسي. بالنسبة للزوج الثالث والعشرون والأخير، وهو الزوج الذي يحدد جنس الجنس. بالنسبة للرجل، فهذا الزوج يتكون من صبغيين، صبغي X و Y، يعني صبغيين غير متماثلين. بينما بالنسبة للخريطة الصبغية للمرأة فهي تتكون من، بالنسبة للزوج الصبغي المسؤول عن الجنس فيتكون من صبغيين متماثلين XX. إذا من خلال هذه الخريطة الصبغية نستخرج ما يسمى بالصيغة الصبغية. إذا كما قلنا بأن هذه الصبغيات فهي ممثلة على شكل أزواج، على شكل ثنائيات، فنقول بأنها ثنائية الصيغة الصبغية. نفس الشيء بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. إذا بالنسبة للصيغة الصبغية للرجل، إذا نكتبه على شكل معادلة رياضية، 2N معناها على شكل ثنائية، ثنائية الصيغة الصبغية، تساوي 22 زوج لا جنسي زائد إكس إيغريك بالنسبة للرجل أو الذكر. إذا المجموع هو 46 صبغيا. بالنسبة للمرأة، فالصيغة الصبغية فصيغتها الصبغية هي 2N يساوي 22
زوج صبغي لا جنسي زائد الصبغ الجنسي XX. هذا فيما يخص مقارنة الخريطة الصبغية للرجل والخريطة الصبغية للمرأة. عندما نتحدث عن الرجل نتحدث عن المنسلية المنوية، يعني الخلية الأم المسؤولة عن إنتاج الحيوانات المنوية. بالنسبة للمرأة نتحدث عن المنسلية البيضية، يعني معناها انطلاقا منها تنتج البويضات. الآن سنتحدث عن الخرائط الصبغية للأمشاج سواء الذكرية أو الأنثوية. بالنسبة للخريطة الصبغية للحيوان المنوي نلاحظ أنها ممثلة على شكل أحاديات، يعني نقول بأن أن الحيوان المنوي له أحادية صيغة صبغية، معناها أن الصبغية على شكل فرادة. إذن فيما يخص عدد الصبغيات فنلاحظ أن عدد الصبغيات يساوي 23 إذا قمنا بعد الصبغيات، 22 صبغي لا جنسي وصبغي واحد جنسي، وقلنا بأن المنسلية المنوية لها صبغيين X وY. إذن لدينا حالتان، إما أن تكون الخريطة الصبغية الصيغة الصبغية 22 زائد X أو 22 زائد Y. إذن من خلال هذا الجدول سنحاول أن نقارن ما بين الخريطة الصبغية للحيوان المنوي والخريطة الصبغية للبويضة. إذن قلنا بأن المجموع الصبغيات 23 بالنسبة للحيوان المنوي، نفس الشيء بالنسبة للبويضة. فيما يخص عدد الصبغيات اللاجنسية، إذن لدينا 22 صبغي لاجنسي بالنسبة للحيوان المنوي وكذلك بالنسبة للبويضة. بالنسبة للصبغيات الجنسية لدينا، بالنسبة لهذه الحالة لدينا الصبغي الجنسي هو Y، ولكن ممكن أن يكون الصبغي الجنسي هو X. بالنسبة للبويضة، لأننا بالنسبة للمنسلية البيضية لها صبغيان متماثلين XX، وإذن في جميع الحالات ستعطينا نوع واحد من الصبغيات، ولذلك نقول بأن الذكر هو الذي يحدد جنس المولود لأنه لديه نوعين من الصبغيات الجنسية. إذن الصيغة الصبغية بالنسبة للبويضة هي N يساوي 22 A زائد X. أما بالنسبة للحيوان المنوي فله حالتين، إما N يساوي 22 صبغي لا جنسي زائد X أو N يساوي 22 صبغي لا جنسي زائد Y. بالنسبة لمراحل الانقسام الاختزالي، قلنا أن الانقسام الاختزالي هو ظاهرة بيولوجية تسمح لنا من المرور من ثنائية الصيغة الصبغية إلى أحادية الصيغة الصبغية، وينقسم إلى مرحلتين مهمتين. المرحلة الأولى هو الانقسام المنصف، يختزل عدد الصبغيات إلى النصف ويؤدي إلى تشكل خليتين أحاديتي الصيغة الصبغية ونرمز لها بN. منصف لأنه يقسم الصبغيات إلى النصف، إذن يكون لدينا عدد الصبغيات عند الإنسان 46 وخلال المرحلة الانقسام المنصف تصبح فقط 23. بالنسبة للانقسام التعادلي أو كذلك يسمى بالانقسام غير مباشر، لأن ماذا يحدث خلال هذا الانقسام؟ فقط يبقى خلاله عدد الصبغيات ثابتا، وكما ذكرنا بأن الصبغي يتكون من صبيغيين فينشطر الصبغي إلى صبيغيين، يذهب كل صبيغي إلى خلية، وبذلك في الأخير نحصل على 4 خلايا أحادية الصيغة الصبغية أو أمشاج. بالنسبة لتشكل الأمشاج الأنثوية خلال الانقسام الاختزالي، إذن بالنسبة نأخذ كمثال خلية بيضية لها فقط 6 صبغيات على سبيل المثال فقط للتبسيط. إذن نلاحظ بأن هذه الخلية البيضية قبل الانقسام الاختزالي تتشكل من 3 أزواج من الصبغيات. هذه الخلية ستنقسم خلال الانقسام المنصف إلى خليتين، خلية كبيرة تسمى الخلية البيضية 2 وخلية صغيرة كرية القطبية 1. وكما تلاحظون في الوثيقة أن الكرية القطبية تحتوي فقط على 3 صبغيات ممثلة بشكل فردي، كذلك الخلية البيضية فهي تحتوي على 3 صبغيات ممثلة بشكل فردي. إذن لدينا في الأول ثنائية الصيغة الصبغية، ولكن الآن حصلنا على أحادية الصيغة الصبغية، معناها أن كل خلية تحتوي على 3 صبغيات. بالنسبة للانقسام الثاني ماذا سيحدث بالنسبة للانقسام الاختزالي أو ما يسمى الانقسام التعادلي؟ هو أن هذه الخلية البيضية أو الخلية الكبيرة ستنقسم إلى خليتين، خلية صغيرة تسمى الكرية القطبية 2 وخلية كبيرة
وهي المشيج الأنثوي أو البويضة. إذا نلاحظ بأن الصبغي انشطر إلى سبيغيين، كل سبيغي هاجر إلى خلية بعد الانقسام التعادلي. إذا انطلاقا من خلية بيضية واحدة حصلنا على مسيج واحد مع انحلال الكريات القطبية، عكس بالنسبة لما سنراه بالنسبة للأمشاج الذكرية. فيما يخص الانقسام الاختزالي ودوره في تشكل الأمشاج الذكرية، ربما هناك فقط اختلاف بسيط بينهما، ما بين الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية. إذا لدينا خلية منوية واحد، على سبيل المثال أخذنا 6 صبغيات يعني 3 أزواج. إذا هذه الخلية المنوية واحد ستنقسم إلى خليتين منويتين 2، كل خلية ستحتوي على 3 صبغيات. إذا 3 زائد 3 6 بالنسبة للصبغيات التي انطلقنا منها. إذا هاتين الخليتين ستنقسم، كل خلية ستنقسم إلى خليتين، وفي الأخير بعد الانقسام التعادلي سنحصل على 4 أمشاج، عكس بالنسبة للأمشاج الأنثوية التي حصلنا فقط على مشيج أنثوي واحد. هذا هو الفرق بين الانقسام الاختزالي عند تشكل الأمشاج الذكرية والانقسام الاختزالي عند تشكل الأمشاج الأنثوية. الآن سنتحدث في هذه النقطة عن دور الانقسام الاختزالي بمرحلتيه في توزيع وتخليط الصبغيات. إذا لدينا خلية أم تحتوي على زوجين من الصبغيات المتماثلة، يضم كل زوج منهما صبغي من أصل أمومي وصبغي من أصل أبوي. إذا عندنا 2N=4، زوجين من الصبغيات. إذا خلال الانقسام لدينا احتمالين، إما هذا الصبغي سيهاجر أثناء الانقسام مع هذا الصبغي ويعطينا هذا الاحتمال، أو وكذلك إذا هاجر مع هذا الصبغي مع هذا الصبغي فيبقى الاحتمال الآخر أنه سيهاجر الصبغي الأسود مع الصبغي الأسود ويعطينا هذا الاحتمال. احتمال ثاني هو أن الصبغي الأبيض يهاجر مع الصبغي الأسود الصغير. إذا عندنا هذا الاحتمال ديال تشكل هذا المشيج وكذلك هذا الاحتمال. لاحظوا جيدا كيف أن الانقسام الاختزالي يساهم في تخليط الصبغيات ويعطينا صبغيات مختلفة. بالنسبة للانقسام التعادلي أو الانقسام الثاني من الانقسام الاختزالي، إذا بالنسبة لكل صبغي سينقسم إلى صبيغيين. إذا عندنا مجموعة من الاحتمالات الممكنة. إذا مثلا في هذا الاحتمال لدينا 4 أنواع من الأمشاج ممكنة، هذا فقط بالنسبة لـ2N=4، يعني فقط بالنسبة لـ4 صبغيات. أما الإنسان الذي يحتوي على 2=46 فربما ستكون هناك الملايين ديال التوافقات الممكنة في تشكل الأمشاج سواء الذكرية أو الأنثوية. وهنا من خلال هذه الخطاطة نبين بأن دور الانقسام الاختزالي مهم جدا في تخليط الصبغيات وإعطاء تنوع في الصفات الوراثية. بالنسبة لهذه الخطاطة سنبين دور ظاهرة بيولوجية أخرى كذلك في تعميق هذا التخليط، ويتعلق الأمر بظاهرة الإخصاب. إذا ظاهرة الإخصاب فهي تساهم أو تعمق التخليط الصبغي. إذا لدينا مثلا خلية أم لأمشاج ذكرية من سلية منوية ثنائية الصيغة الصبغية، ستشكل لنا مجموعة من التوافقات من الأمشاج. كذلك نفس الشيء بالنسبة للخلية الأم لأمشاج الأنثوية المنسلية بيضية، ستشكل لنا مجموعة من التوافقات للأمشاج الأنثوية. إذا هناك تخليط للصبغيات في المرحلة الأولى اللي هي انقسام اختزالي. الآن سيأتي بعد تشكل الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية ستأتي المرحلة الثانية، وهي مرحلة التقاء الأمشاج الذكرية مع الأمشاج الأنثوية. وبذلك هذا الالتقاء سيساهم في التخليط وسيعطي مجموعة من التوافقات الممكنة للبيضة بعد تخصيبها من طرف الحيوان المنوي. إذا من خلال هذا المخطط أو من خلال هذه الخطاطة تبين لنا مدى أهمية الانقسام الاختزالي وكذلك الإخصاب في تخليط الصبغيات وتوزيعها. إذا كخلاصة لهذا الدرس،
إذن يعمل انقسام الاختزال والإخصاب على تخليط الصبغيات وتنوع الصفات الوراثية. ينتج عن تخليط الصبغيات اختلاف الأفراد وراثياً بحيث يستحيل وجود فردين متشابهين 100% وراثياً إلا في حالة التوأمين الحقيقيين عندما تكون لدينا فقط بيضة واحدة وحيوان منوي واحد. وفي الأخير فالإخصاب يسترد ثنائية الصيغة الصبغية. كيف؟ من خلال هذه الخطاطة. إذن الإنسان البالغ قلنا ينتج الأمشاج عن طريق ظاهرة الانقسام الاختزالي. إذن ننتقل من ثنائية الصيغة الصبغية إلى أحادية الصيغة الصبغية، فتتشكل لنا الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية. يتم بعد ذلك الإخصاب، يعني التقاء أحادية الصيغة الصبغية مع أحادية الصيغة الصبغية، فتتشكل لنا ثنائية الصيغة الصبغية. لذلك نقول بأن الإخصاب يسترد ثنائية الصيغة الصبغية، لأننا عندما يتم الإخصاب فإننا نمزج صبغيات الحيوان المنوي مع صبغيات البويضة لتشكل لنا بيضة ثنائية الصبغية، الصيغة الصبغية التي ستهاجر عبر قناة المبيض إلى الرحم، وسيتم التعشيش ونمو الجنين داخل الرحم إلى أن يصبح مولود جديد. وهذه الخطاطة تبين دورة النمو عند الإنسان. بعد تقديم خلاصة الدرس سنقوم بإنجاز تمرين تطبيقي يهدف إلى التمرن واستثمار المعارف التي رأيناها في خلال الدرس، وكذلك يهدف هذا التمرين إلى تطوير المعارف والمهارات الخاصة بالمقارنة والاستنتاج وكذلك التفسير. إذن فيما يخص معطيات التمرين، إذن تمثل الوثيقة أسفله هذه الوثيقة الخريطة الصبغية للمنسلية المنوية. بالنسبة للمنسلية المنوية هي الخلية الأم لإنتاج الأمشاج الذكرية، إذن الخريطة الصبغية ممثلة في الشكل ألف. وكذلك الخريطة الصبغية للحيوان المنوي أو المشيج الذكري الممثلة في الشكل باء. إذن أول سؤال من هذا التمرين هو قارن الخريطتين الصبغيتين للمنسلية المنوية في الشكل ألف وكذلك المشيج الذكري في الشكل باء. إذن السؤال الأول مطلوب منا المقارنة. فيما يخص السؤال الثاني، من خلال هذه المقارنة التي ستقارنونها في السؤال الأول ستحددون الصيغة الصبغية لكل من المنسلية المنوية وكذلك المشيج الذكري أو بين قوسين الحيوان المنوي. إذن بعد تحديد الصيغة الصبغية لكل من المنسلية المنوية والمشيج الذكري وباعتماد على هذه الأجوبة التي ستجيبون عنها واعتمادا على معارفكم ستفسرون كيفية الحصول على الصيغة الصبغية للمشيج الذكري. الصيغة الصبغية للمشيج الذكري نعلم أن خلال تشكل الأمشاج الذكرية إذن المنسلية المنوية بعد عدة انقسامات سنحصل من خلالها على المشيج الذكري. إذن نعطيكم قليل من الوقت من أجل التفكير في الإجابة عن هذه الأسئلة. إذن فيما يخص حل هذا التمرين، فيما يخص السؤال الأول، إذن مقارنة الخريطة الصبغية. إذن كما تلاحظون بالنسبة للخريطة الصبغية للمنسلية المنوية، إذا قمنا بعد عدد الصبغيات سنجد 46 صبغيا بالإضافة إلى شكل الصبغيات. نرى بأن الصبغيات ممثلة على شكل أزواج، ممثلة على شكل أزواج، بينما بالنسبة وكذلك بالنسبة للمنسلية المنوية أن هذه الصبغيات ممثلة على شكل أزواج، لكل صبغي مثيله في القد وفي الشكل باستثناء الزوج الصبغي المسؤول عن جنس XY. نلاحظ بأن ليس هناك تماثل. بالنسبة للخريطة الصبغية للمشيج الذكري نلاحظ أن الصبغيات فهي ممثلة على بشكل فردي على يعني أحاديات، وعدد الصبغيات إذا قمنا بعد الصبغيات سنجد أن عدد الصبغيات 23 صبغيا. إذن هذا فيما يخص السؤال الأول مقارنة الخريطتين الصبغيتين. فيما يخص السؤال الثاني، إذن من خلال هذه المقارنة سنحدد الصيغة الصبغية. إذن لاحظنا أن الخريطة الصبغية للمنسلية المنوية، إذن نلاحظ بأن هذه الصبغيات ممثلة على شكل ثنائيات، ونقول ثنائية الصيغة
الصبغية ونربط لها بإثنان إثنان N. إذن إذا قمنا بعد هذه الصبغيات وأردنا كتابة الصيغة الصبغية نقول بأن إثنان N يساوي 46 46 صبغي. بالنسبة للصبغيات لدينا 22 زوج من الصبغيات اللاجنسية. إذن ممكن أننا نفصل الصبغيات الجنسية على الصبغيات اللاجنسية. إذن يساوي 44 صبغي لاجنسي زائد X Y. بينما بالنسبة للمشيج الذكري نلاحظ بأن الصبغيات ممثلة على شكل فردي. إذن على شكل أحاديات ونرمز لها ب N. إذا N يساوي 23 صبغي. إذا أردنا أن نفصل ما بين الصبغيات الجنسية والصبغيات اللاجنسية لدينا 22 صبغي لاجنسي زائد في هذه الحالة لدينا صبغي جنسي إي إيغري. هذا فيما يخص الصيغة الصبغية. بالنسبة لتفسير الصيغة الصبغية أو كيفية الحصول على المشيج الذكري، إذا بالنسبة للحل، إذا بالنسبة للسؤال الأول قلنا تضم الخارطة الصبغية للمنسلية المنوية 46 صبغيا ممثلين على شكل أزواج حيث لكل صبغي مثيله في الشكل والقد، بينما تضم الخريطة الصبغية للمشيج الذكري 23 صبغيا ممثلة بشكل فردي. بالنسبة للسؤال الثاني، إذا بالنسبة للمنسلية المنوية لها ثنائية الصيغة الصبغية، يعني أن الصبغية على شكل ثنائيات، بينما المشيج الذكري فالصبغيات ممثلة بشكل أحادي ونقول عنها أنها أحادية الصيغة الصبغية ونرمز لها بإن. بالنسبة للصيغة الصبغية للمنسلية المنوية هي التي كتبناها في التمرين، 2 N يساوي 46 يساوي 22 زوج من الصبغيات اللاجنسية زائد X Y. بالنسبة للمشيج الذكري N يساوي 23 يساوي 22 A زائد Y. من خلال مقارنة الصيغة الصبغية للمنسلية المنوية والمشيج الذكري يتبين أن هناك اختزال لعدد الصبغيات حيث نمر من ثنائية الصيغة الصبغية إلى أحادية الصيغة الصبغية. ومن أجل كاستثمار المعارف وكإضافة إلى معلوماتكم يتم الاختزال الصبغي في مرحلتين. في مرحلة الانقسام المنصف تفترق الصبغيات المتماثلة للخلية المنوية واحد حيث ننتقل من ثنائية الصيغة الصبغية إلى أحادية الصيغة الصبغية فنحصل على خليتين منويتين اثنان. في المرحلة الثانية من انقسام الاختزال لانقسام تعادلي يبقى عدد الصبغيات ثابتا حيث ينفصل كل صبيغي إلى كل صبغي إلى صبغيين فتنقسم كل خلية منوية اثنان فنحصل على أربع خلايا أحادية الصيغة الصبغية تسمى منويات. هذه الخلايا ليس لها الشكل النهائي للحيوانات المنوية. الآن وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، نشكركم على حسن تتبعكم وإلى اللقاء بحول الله.